ينضم إلينا عبر الهاتف من مالمو السيد لبيد الصمي، داعي عضو التحالف الوطني المعارض. أهلا بكم إلى استوديو الرافدين سيد لبيد. قائد البسيج الجديد غلام رضا سليماني يقول بأول تصريح له إن تجربة البسيج استنسخت بشكل واضح بعدة دول على رأسها العراق، ماذا يعني هذا التصريح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. بالتأكيد هناك أوجه شبه بين البسيج وبين قوات الحرس الثوري من ناحية، وبين الميليشيات التي المتشكلة في العراق وفي اليمن وفي لبنان. لكن هناك اختلاف حقيقة. القوات الحرس الثوري والبسيج تشكلت منذ بداية الثورة الإيرانية، وكان يراد أن تكون بديلا عن المؤسسة العسكرية التي كانت شركة من شركات نظام الشاه السابق. والبسيج والحرس الثوري لهم عقيدتان، عقيده دينيه وعقيده سياسيه في نفس الوقت. هذه من اوجه الشبه. في العراق الميليشيات الحاليه هي ميليشيات ايضا ذات عقيده سياسيه وذات عقيده دينيه كما نعلم. ويراد لها ايضا، ايران تريد لهذه الميليشيات ان تكون بديلا عن ايش؟ عن المؤسسه العسكريه الحاليه المتمثله بالجيش والقوات الامنيه الاخرى. لأن إيران تريد أن تضمن قوات موجودة، أدوات تستخدمها بتوجيه ديني وبتوجيه سياسي مركزي من قبل إيران. فهذه أوجه الشبه، لكن هناك أوجه اختلاف. الحرس الثوري أو البسيج قوة منظمة ومبلورة وتقودها هيئة أركان مرتبطة بكل أهرام الدولة، الهرم للدولة. أما الميليشيات في العراق فهي قوات سائمه تتكون من عصابات ومنتمين الى القوات ذوي سوابق، وجاءوا بهدف انه الحصول على غنائم والحصول على اموال حرام من خلال نهب اموال الناس التي وبيوت الناس التي تستولي عليها هذه الميليشيات. وكانت هذه الدوله او تتكون في معظمها تتكون بالحقيقه من الاموال المكتوبه من قبل الناس والبيوت التي تستولي عليها. هذه خلافات جوهريه بالحقيقه بينها وبين الحرس الثوري. ايران المهم بالنسبه لايران ما يتعلق بهذه الميليشيات ان تكون هذه الميليشيات جاهزه لاستخدامها سواء في حرب اهليه ذات طابع طائفي في داخل العراق، او في حال تصاعد الأزمة بين إيران وأمريكا بسبب الملف النووي، تكون هذه الأدوات هي أدوات ضيعة تستخدمها أمريكا إيران كدماء رخيصة لضرب المصالح الأمريكية. نعم، رئيس هيئة ميليشيا الحشد فلاح الفياض قال بأنه لن يقدر على ضبط كل الإيقاعات بالداخل إذا ما تفجر الوضع ضد إيران. ماذا تعني هذه التهديدات، وإلى أي مدى تقحم العراق في مواجهة ضد الولايات المتحدة؟ نعم، الامر الحقيقه في الوقت الحالي الامر جدا حساس والامر محرج بالنسبه لعادل عبد المهدي. انا اعتقد ان التوقيت الذي توقيت اعاده هيكله ميليشيات الحشد جاء في وقت محرج، لان حاليا متزامن هذا القرار متزامن مع التصاعد الاخير، خصوصا بعد ثبوت ان ايران زادت ضاعفت كميات اليورانيوم المخصب، وامريكا تريد ان توقف هذا، وربما هناك احتمالات تجيه ضرب تاديبيه لايران. تريد ايران لا تقبل في الوقت الحالي بالذات، ايران لا تتقبل مساله تقييد ميليشيا الحشد الشعبي في العراق، لانها اي عمليه ضد ايران، اي تصعيد عسكري بين امريكا وايران، ايران تريد ان تستخدم الادوات الرخيصه، الدماء الرخيصه من اجل مواجهتي او من اجل اعاقه هذه الضربه. شكرا لك المفهومه بعد ما يقصده الفياض. شكرا لك سيد لبيد صميدعي عضو التحالف الوطني المعارض، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.